نعم، عاوزة حاجة؟ لا مش عاوزة حاجة. امال بتبسبسيلي ليه؟ اصلك بصراحة يعني يا وحيد انت غريب قوي. غريب ازاي؟ يعني بشوفك كده قاعد لوحدك جايب المجلة والكتاب وتقعد تبص فيهم كده. وانتي بتبص عليا ليه؟ مش انتي مخصماني بقالك يومين؟ ما كنت يعني صعبت عليا وقلت لنفسي يا بنتي يا جنة خليها عليك المرة دي وروحي صالحيه. انتي خلصتي شغلك ولا لسه؟ خلصت شغل جوه الفيلا بس لسه النظر، بس انت جاي تحدد معاك شوية وصل. وبعد ما اصفالك ترجعي تضايقيني تاني وكم يوم وتيجي تصالحيني من جديد. بس الصراحة بقى يا وحيد انت السبب، يعني بتعمل حاجات كده مجانين مبقتش فاهماك. لا وده كوم، وموضوع ابوك واخواتك ده كوم تاني، انا مبقتش فاهماك بصراحة. انا ما بتضحكش عليكي في اي كلمة قلتها لك. اصدقك ازاي انا مش فاهم؟ وانا شايفاهم بيعاملوك معامله زي الزفت، وخصوصا الراجل المفتري ده. ورحمه ابويا بتصعب عليا قوي، كل ما اشوفه بيجري وراك في الجنه وبيضربك بالخرباط. بذمتك اصدقك ازاي يعني؟ تاني؟ ياه خلاص يا اخويا ما تزعلش. بكره اثبت لك اني مش مجنون ولا بألف قصص. انت يا حمار جنة ما تتعصبنيش، شوف اللي وراكي. انا مش ناقصك. اللي قولي فطرت ولا لسه؟ انا فطرت من بدري. وانتي؟ لا انا لسه، وحشتني قعدتنا على النجيلة سوا وانت بتوكلني في بقي. بكرة نفطر مع بعض، بس بلاش تضايقيني. وانت كمان يا وحيد، بنت تتعصب عليا كده يا اخويا؟ الله غصب عني والله يا جنة، انت مش عارفة ايه اللي بيجرالي لما بحس ان انت مش مصدقاني. بحس ان واحد تاني ودمي بيغلي. انت لما تلاقيني كده سيبيني وامشي على طول، ماشي؟ مش ده المهم يا وحيد، في سؤال قلب لي نافوخي. الراجل ده لو ابوك بصحيح ليه بيمرمط فيك المرمطه دي وعاملك مرمطون؟ دي قصدك ايه؟ ان السيد مش ابويا؟ انا مش ابن حرام وامي اشرف ست في الدنيا. يا اخويا ما تزعلش، انا يا اخويا مالي عامله زي المدب كده ليه؟ حقك عليا يا وحيد. ميرسي بجد يا الخوء، الحاجات تجنن وذوقك يجنن والله. ايه دي جميله والله، بس انا مش عايزاكي تكوني خدتي حاجه مجامله. ها لا خالص، انا بحب اللبس جدا وما عنديش فيه مجامله، بجد ذوقك حلو. ميرسي يا حبيبتي، ربنا يخليكي. بقولك ايه، انا سمعت كده ان جاد والحاج سيد في بينهم تنشن شويه. يو تاني هما لحقوا؟ بصي بقى، احنا ايه رايك بقى نصفي النفوس بينهم علشان خاطر الدنيا تهدى شويه؟ يا ريت. بس ازاي طيب؟ ما هو يا تيجوا عندنا بقى احنا نعزمكم يا انتوا تعزمونا، اختاري حاجه، بس المهم ان هما يتصافوا. بصي هاتي الحاجه جد وتعالوا لنا الفيلا، عشان انا لو قلت لبابا عندي كده احساس ان هو ممكن يعصلك بيه. طيب خلاص اوكي اتفقنا، انا هتصرف. ميرسي يا جميله، باي باي. باي باي يا جميله. انت كنت عايز تقولي حاجه؟ إذا ما بكيتي أراكي ابتسامة، وإن ضاق دربي أراكي السلامة. ملك يا سوحين، أنت تعبان ولا إيه؟ وإن لاح في الأفق ليل طويل تضيء عيونك
خلف الغمامة. ده كلام الأستاذ إيهاب. لا ده الأستاذ فاروق جويدة. ده أخوك برضو؟ حاجة زي كده. هو ده اللي كنت عايز تقوله لي؟ طب يا أخوي أنا همشي، عاوز مني حاجة؟ خدي بالك من نفسك. ها؟ لا بعد اللي قلته ده مش هاخد. قال إيه؟ إذا بكت أراك ابتسامي. إيش معنى هي اللي بتفهمني على طول؟ أنا مش فاهم الحاج صابر ده إيه اللي جراله عشان تجنبني وراك المستشفى كده. إيه يا حاج؟ هتبقى كل حاجة دلوقتي. لا إله إلا الله. بعد إذنك. اتفضل. ادخل. يا أهلا وسهلا يا حاج. ازاي الحال دلوقتي؟ طمني. محمد وحاج ربنا ما يحرمناش منك. الحمد لله ربنا يطمن عليها. انا معايا ضيوفه كمال، خليهم يتفضلوا. حاج اهلا وسهلا. دي قاعده. اتفضل يا حاج. يا عم صابر ايه ده؟ ايه بقى الحركه الزفت اللي عملتها معايا دي؟ ولا حركه ولا حاجه يا حاج. ابنك كمال كلمني عشان امه تعبانه اوديها القصر العيني، وانت عارف هي ما استراحتش في القصر العيني قبل كده، قلت اجيبها هنا اقعد بقى معاه بقى وخده في حضنك وتصافوا مع بعض. ابوك كمان. اتفضل يا حاج. يا سلام، ارتحت بقى دلوقتي؟ جرجرتوني لغايه هنا عشان ادفع لكم حساب المستشفى؟ اقسم بالله ما اعرف انك انت جاي، واللي قاله لك الحاج جاد ده هو اللي حصل. بعدين ما انا عارف ان انا لو كنت اتصلت بيك ما كنتش هترد عليا. طبعا ما كنتش هرد عليك. هرد عليك بتاع ايه؟ بعد ما عملت لي فضيحه في الوكاله وقدام الناس اللي يسوى واللي ما يسواش. ما هو ما كانش ينفع اسيب امي عيانه ومريضه وانت مش عايز تديني حقي، وكمان انا معيش فلوس واسكت. حقك؟ حقك ده يالا جكسر حقك. قال حقك قال. انت فاكر ان انا هجيب مطبعه واقعد اطبع لك فيها فلوس؟ وانت يا حبيبي مش حبيت تقعد جنب الست امك؟ خلاص خليها تنفعك. صحيح مش هننفع، بس نفعتك انت. الخير اللي انت فيه ده كله سببه فلوسي اللي ضحكتها عليا وخدتها مني، واخرتها رميتني الرمياتي. نعم فلوسك؟ فلوسك ده ام فلوس جرعه ليا؟ انت فاهم ان فلوسك دي هي اللي معيشاني في العز والنعيم ده؟ ده ربنا سبحانه وتعالى. وبعدين فلوسي دي انا عملتها بعرقي وبجهدي، وكفايه ان انا ربيت لك ابنك لغايه ما بقى زي البغل، وعلمته كمان. علمته؟ ده انت مضيني على كمبيالات باكتر من اللي صرفته عليا 100 مره. اخلص يا له، انت ما عندكش ايمان بربنا؟ انت مش عارف ان ربنا في القران الكريم قال المال والبنون زينه الحياه الدنيا، وقال المال الاول. انا ما مضيتكش غير على اللي انت اتصرف عليك وبس. لا 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 لا، مش هي دي الحقيقه. وهنفترض اللي انت بتقوله ده صح، في اب يمضي ابنه على كمبيالات عشان يصرف عليه؟ يعني بتطلعني كذاب يا كلب؟ طبعا، ما انت تربيه واطيه هتقول ايه غير كده؟ لكن لا، انا مضيتك لاني عارف ان انتوا ناس واطيين، ناس متغاظين مني، حاقدين عليا، عايزين تمصوني وتقلبوني. ايه ده؟ ايه يا حاج؟ صوتك طالع لغايه بره. انا جايبكوا هنا عشان تتصافوا مش تتخانقوا مع بعض. اخلص، انت مالكش دعوه خالص. انت اللي عملت فيا كده. انت اللي جايبني للعالم السوي دي علشان يسموني بكلمتين مسمومين من عندهم. دول كل اللي عندهم انهم عايزين يحرقوني، عايزين يقلبوني. جاتك نيله عليك وعلى قرايتك وعلى شعرك. حسبي الله ونعم الوكيل. حتى انتوا على ما تعرفوش ربنا. لا اله الا الله. اتفهم يا حاج. حسبي الله ونعم الوكيل. لا حول ولا قوه الا بالله. الراجل سايب ماشي لحمه ودمه وماشي على طول واقف في وشه. انا اسف يا كمال، انا ما كانش قصدي. انا كان قصدي انكم تتصافوا مع بعض. انت كان قصدك خير يا حاج، بس من فضلك ما تعملش حاجه زي دي تاني الا لما تاخد رايي الاول. لا عينا كمال، تحت امرك حبيبي. وبعدين ما تعتلوش هم، انا دفعت لكم حق المستشفى. ما ننحرموش منك ابدا يا حاج جاد، من جوه اللي حصل مع سيد. وانت مرعينا يا اخويا، ربنا يكرمك ويديلك على قد نيتك. افضلك علينا فيك. عيب يا كمال، عيب. افضل ايه وكلام فارغ ايه؟
جدك الله يرحمه ابو والدتك ليه فضل علي، علمني السوق على حق. انا عايز اقول لك حاجه كمال، انا ماليش اخوات صغيرين، انا بعتبرك اخويا الصغير. ربنا ما يحرمناش منك يا حاج. ولا منك حبيبي. الراجل جاد الزفت ده طول عمره بيتغاظ مني وبيحكد عليا زي العالم الملاوي اللي خدني عندهم دول. يا حاول يا رد النقل اللي هو شايفه يا حاج، بس انت في حاجه مضايقاك غير جاد يا حاج؟ لا ابدا والله. يلا بقى سلام. سلام ايه؟ هاجي معاك. يا معاك فين؟ انت معكش عربيه؟ لا ما هو زكي عدى عليا الصبح، رحنا المخزن وجينا على هنا على طول. خلاص لو وراك حاجه ممكن اخد تاكسي. مفيش حاجه. تعالى يا راجل تعالى. ماشي. اتفضل يا حاج. بس عاجبني انت فييس، اخد تاكسي. اخد تاكسي ازاي بقى؟ وانت معاك فلوس؟ معايا ايه؟ يا خبر ابيض الفلوس يا زكي. زكي زكي ايوه هات الفلوس. ايه الفلوس اهي، انا عديتهم مره تانية وطلعوا تمام. طيب بقول لك ايه، تقابلني الصبح على باب البنك، هودع الفلوس دي واديك وصل الايداع، تاخده يبقى على مكتب الحاج الصبح يجي يلاقيه. تأمرنا يا برنس. قلت لك 100 مره ما بحبش برنس دي. اتفضل اتفضل.